مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر ودائما من المعرض اللي حاليا كاين في بالي سيتي كاليفورني واللي نظماته اليوتيوب الغزاله اللي معروف على مواقع التواصل الاجتماعي خلاص سناء شيك شوب. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم عندنا ومرحبا بشوب تي في عندنا تاع اللي ديما كتسندنا وكاينه معنا في جميع الاوقات. الله يبارك فيك. انا اول حاجه ما كتبش لي نتلاقاك من بعد الولاده، مبروك عليك والحمد لله يتربى في عزكم ان شاء الله. امين. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف ولعقبالك ان شاء الله. ونجيو دابا للمعرض، كيفاش جات الفكره سناء انك تبغي، خاصه ان عامين ديال الازمه وكان قاصح بزاف؟ هذه اكثر حاجه اللي خلاتني انني نفكر، لانني انا من الناس اللي تاع انا كنبيع ونشري في السوشيال ميديا، واغلبيه الناس تضروا مع هاد الازمه اللي دازت علينا. دونك لقيت اقبال كبير مؤخرا عند الناس، كيقول لي سناء ما كرهناش ديري لنا شي حاجه اللي نجمعوا فيها عامه، وبخصوص كاينين الناس اللي كيبيعوا في الانستغرام، يعني ما عندهمش محلات تجاريه وبغاو حتى هما يبينوا المنتوجات ديالهم ويعرضوهم يعني في شي معرض. فلهذا قررت انا ندير معرض، واغلبيه الناس اللي دخلوا معايا هما صحباتي، كلياناتي، متتبعات ديالي اللي كنتقدم عندهم واللي مجربه المنتوجات ديالهم. داكشي علاش تجمعنا جميع ودرنا هذا المعرض، والحمد لله كان ناجح 100%. هو متنوع فيه كيف ما كتشوفوا البلدي، فيه الرومي، فيه لي برودوي كوزميتيك، فيه الثيرموميكس، فيه القهوه، كلشي. هو اول تجربه لك؟ هذه اول تجربه، وان شاء الله نتمنى ما تكونش اول تجربه واخر تجربه. يعني فتحت الشهيه انك تعاود؟ بالخصوص مني درت هاد الضجه في السوشيال ميديا، الناس بزاف كيتواصلوا معنا، كيعيطوا لينا، كيقولنا بغينا نعاودوا معاك، واش غتعاودي شي معرض اخر؟ كنت كنفكر غتكون اول مره، ولكن ملي شفت هذاك الطلب بزاف كنفكر ان شاء الله نقدروا نعاودوا. واخا الاقبال كان الحمد لله ياك مزيان. الحمد لله كان اقبال كبير، لا من ناحيه الزبناء او لا من ناحيه الناس اللي عارضين المنتوجات، كلشي كان فرحان وتبارك الله. لاصال كانت كبيره، جا واحد الكم هائل ديال الناس لا البارح ولا اليوم الحمد لله. اختيارك المكان لان هو غزال ضاف وعطى واحد الاضافه. اكزاكتومون لاصال سيتي بالي كاليفورني بور موا سي باغمي لي ميور سال في كازا، تبارك الله سباسيوز كبيره، عندهم بلاصه ديال ستاسيون، يعني ما كتوحليش في الناس كلهم اللي جاو موتوريزي، كلشي لقاو فين يحطوا لي فاتور ديالهم. فيها تبارك الله يعني ماشي صال مغموقه هكا كتشوفها محلوله، الهواء الطلق، لا غزاله، المنظر ديال لابيسين الوسط جا زوين، هذا واحد الجماليه للمعرض اكيد. هو بالنسبه لثلاث ايام، بغيتي ثلاث ايام مش مع سبت واحد ما بانش لك قليله؟ بالعكس تماما، احنا اختارينا الجمعه والسبت واحد الاول لان الجمعه كان فيه بلاك فرايداي وكان الناس كاملين دايرين تخفيضات، حاولنا نجذبوا الناس، كاين الناس اللي دايرين جوسكا موا 70% في لي برودوي ديالهم، والويكاند هو اللي كيكونوا الناس ما خدامينش فيه، يعني الا زدنا طولنا وسط لا سومان الناس كيكونوا خدامين يقدروا ما يجيوش. يعني اختاريتوا انتم هذوك الايام اللي ممكن يكونوا الناس يجيو، يعني يقدروا الناس انهم يجيو عندنا ويضلوا معنا ويجيو يتعرفوا على المنتوجات ديالهم. غير اللي نبغيو نقولوا الناس ان ملي كيكون المعرض راه خصنا نعرفوا ان الاثمنه راه منخفضه، راه ماشي نفس الاثمنه كتكون في المحلات، هذا هو هذه الميزه ديال المعرض. داكشي اللي كاين، وحنا كنا هذه كانت من الشروط ديالنا كاع الناس اللي دخلوا معنا، طلبنا منهم انهم يديروا تخفيضات، نقصوا الاثمنه، داروا دي كادو، يعني بزاف الحوايج اللي الناس الزبناء ديالنا استفدوا منها. اليوم هو الاخر ياك؟ اليوم هو الاخر، بصراحه انا ما سخيتش بهم وهما ما سخوش بيا، الحمد لله كانت واحد الامبيونس زوينه، واحد الناس اللي هما تعرفنا عليهم زوينين، وان شاء الله نطمحوا نزيدوا اكثر واكثر ونشجعوا المنتوجات ديالنا ونشجعوا المشاريع. غالبا هاد البنيتات كاملين وهاد الشباب راه يلاه في البدايات ديالهم. بالضبط، ممكن الناس اللي معنا في البدايات ديالهم عاد بداو لي بروجي ديالهم، عاد بغاو يتعرفوا، وكاين الناس تبارك الله اللي ديجا معروفين ومازال كيزيدوا يكبروا الاسم ديالهم. واللي باقي ما جاش المعرض شنو تقول له سناء؟ تقريبا يسالي مع شي 10 9 قالوا لي ان لا ان شاء الله غادي 7 ايوا باقيين طامعين قالوا لي 10 ما ساخينش. ان شاء الله المره الجايه نعاودوا نديروا معرض اخر، ومرحبا بالجميع. تبارك الله عليك سناء شيك شوب. اي هو ما السؤال، العرض ديالك درتي تسكيشطاج جليلبات؟ لا درنا جليلبات عصريين بمناسبه فصل الشتاء، درنا واحد اللمسه عصريه اللي هي
جليبات قصارين تلبسو مع لي بوت، تلبسو مع لي زسبادغي، دي موديل اللي هما في نفس الوقت روميين باللمسه الخاصه ديالك، بلي كولور بال دي توش اللي تعرفت بهم، باخا كنركز عليهم باش نزيد نكبر الاسم ديالي. تبارك الله عليك سناء، العفو هذا واجب، ونتمنى لك مزيد من التوفيق. ودائما حنا مع الانسان كنقولوا العصامي اللي كيبدا بشويه بشويه هو غادي نتمنى لك مسار موفق باذن الله تعالى. وعلاش لا نشوفوك كتنظمي معارض كبرى؟ انا صراحه تنظيم لي شنا الحمد لله، ما اللي غايشوفو ما غايقولش اول تجربه اكزاكتومون، ولكن راه وقفت على كل شيء بدقه، كل شيء بقيت في المعرض مع الناس لي 3 جوغ من نهار الجمعه وانا معاهم، سهرنا الليل نهار والحمد لله ربي ما خيبناش، وكل شيء داز مزيان وكان في مستوى. تبارك الله عليك مره اخرى سناء. اذا المشاهدين ما بقى لي الا نودعكم، ودائما حنا مع تشجيع المقابله الصغرى، مع تشجيع الشباب والشابات ان شاء الله اللي باغي اللي عندهم طموح ولا باغيين يطوروا المنتوج ديالهم، ونتلاقاو ان شاء الله مع سناء في معرض اخر. دمتم في امان الله. شكرا لكم، الى اللقاء.